أول حاجة الوقفة جاءت على إثر أن هذه الحسابات لا زالت مفتوحة. ثاني حاجة الوقفة جاءت بناء على شكايات مودعين وضعناهم عند السيد الوكيل العام رفقة مجموعة من الضحايا بما فيهم وكيل الملك محكمة ابتدائية. هو له احتلال مجموعة من الشكايات أحيلوا على الشرطة القضائية. تم الاستماع إلينا لينا محاضر ديال المفوض القضائي ديال اللي دار المعاينة ضد أحد الأشخاص، موضوع شكايات وموضوع متابعات وموضوع أحكام قضائية ابتدائيا واستنافيا بهذا الخصوص وفي جرائم أخرى. نقوله السيد وكيل الملك نتعرض للسب والقذف والتشهير من هذا الشخص هذا الذي لا يمتهن إلا النيل من كرامتنا وسمعتنا إما كأشخاص أو كإطار. كذلك هذا الشخص هذا قام بناء لما عينه المفوض القضائي من سب وقذف في اتجاه القضاء، كان للقضاة وللقضاء مجموعة من الاتهامات الخطيرة، وهذا الشيء كاين في محضر ديال المفوض القضائي ورفقنا بالشكاية وطلع عليه وكيل الملك شخصيا. بقي الوضع على حاله ولا زال ذلك الشخص يمارس علينا مختلف الاتهامات الخطيرة التي نالت منا ومن شرفنا ومعنا في المكتب التنفيذي من محامين ومحاميات وأطباء ودكاترة وموظفين وناس خدامين في قطاع خاص. بالتالي هذوك الناس عندهم وليدات ديالهم وعندهم خوتهم وعائلات ديالهم، وأكيد حنا إطار حقوقي إذا ما قدرش ندافعوا على نفسنا كيف غندافعوا الناس؟ هنا ارتعينا نديروا هذه الوقفة أمام المحكمة الابتدائية تزامن مع المحاكمة لوضع مجموعة من المسؤولين في الصورة. ربما الضحايا اللي جاوا قدام المحكمة يقدرون بالمئات، هادو كلهم ضحايا ومجموعة ديال الناس اللي ما قدروش يشكيو ومجموعة ديال الناس اللي ما قدروش يتوجهوا للقضاء ومجموعة الناس اللي تضامنوا مع الضحايا وكذلك مجموعة ديال الناس اللي تضامنوا مع مركز الوطن حقوق الإنسان وجاءوا من مختلف الدول، كاين اللي جا من سويسرا، كاين اللي جا من بروكسل، كاين اللي جا من تركيا، كاين اللي جا من أمريكان، وجاوا الناس حجوا كلهم للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي كانت تتزامن مع المحاكمة ديال المعتقلين الثلاث. وبالتالي هذا الملف يجب على الجهات القضائية والأمنية أن تضع حدا لهذا الإرهاب النفسي الذي يمارس بشكل يومي على مجموعة ديال الأسر. حنا عمرنا ما كنا فكرنا وكان عندنا الإرادة والعزيمة نضلوا ضد أشخاص، دائما كنا نضلوا من أجل دورة حق المؤسسات، دائما كنا نضلوا من أجل الحريات التي تكفل الدستور المواثيق الدولية. ولكن ملي تشوفوا ان مجموعه ديال الناس التجؤوا لنا في المكتب بعدما سدت الحلول اضطرنا ندخلوا ولقينا حتى نفسنا حتى حنا ضحايا في هذا الموقع. الاكثر من هذا كاع ان دائما كنا تنسمعوا تفكيك الخلايا النائمه، هادو خلايا لا زالت تنشط على ارض الواقع، وسبت ازمه اقتصاديه لمدينه مراكش، سبت في وصمات عار مدينه مراكش على المستوى العربي والدولي. مجموعه المستثمرين اللي بيجوا لمراكش او السياح تيخافوا من هذا الموقع المسمى حمزه مومبيبي، اصبح شبح او فزاعه يقوم بترهيب رجال اعمال والنساء والرجال، في حين ان المصالح الامنيه اكتفت باعتقال مجموعه ديال الاشخاص المعروفين واخرين باقيين حاليا تنشطوا. ديما تنقولوا راه كاين واحد الشخص يسمى مول الشاورما، واحد الشخص حتى هو كان متابع في ملف ديال الاجهاض، واحد الشخص اخر، اشخاص اخرين عنده، واحد الشخص اخر عنده شركه الحراسه في القطاع الخاص. بالتالي هادو ناس تورطوا عند دلائل قاطعه انهم كانوا تيكتبوا عند السكريات ديالهم. كاين واحد الشخص حتى هو عنده مجموعه ديال الشقق المعده للدعاره. هادو ناس حنا من غدا نشوف حنا كاع نخدموا هاد الميف، يعطيهم حتى البراءه ما عندنا مشكل، ماشي حنا مشكل ان الناس يعطيهم براءه ويدينهم، ما ندخلوش حنا في القضاء، ولكن جينا نوصلوا حاجه المعاناه ديال الناس. الوقفه احتجاجيه ماشي جينا حنا نديروها، جاو الناس ضحايا تيغوتوا قدام المحكمه، اكيد غنكونوا معاهم. والوقفه احتجاجيه حقوا الدستور يكفلوا الدستور، نوقف قدام البرلمان ونوقف قدام المحكمه ونوقف قدام الجماعه. وقفه سلميه كانت تاريخ فيها سير الجوال العادي، الناس احتجت بشكل حضاري وسلمي دون الكيل اي اتهامات لا مؤسسه عموميه ولا قطاع خاص ولا شي حاجه. كانوا شعارات تطالب انصافهم وانقاذهم من طرف هذه الزمره ديال او العصابه الاجراميه. المركز الوطني لحقوق الانسان راه اطار حقوقي، اكيد كاين جهات من زمره الفساد اللي مشى حمزه مومبي غدي يصيفطوا لك موقع اخر. حنا ما ولفنا نفس المنهجيه، وكاين حمزه مومبي تاو تفتح واحد وجوج وثلاثه واربعه وباقي تينشط. اول حاجه الراي العام الوطني والدولي عارف ان هذه الامور التي ترتكب امور اجراميه،
ولا مصداقية لها. حنا أشرف من الشرف والسمعة ديالنا تعرفها العدو قبل صديقي، ويشهدوا لنا بذلك. بالتالي القضايا اللي تبنيناها في المكتب التنفيذي سابقا تكفي على نظافة يدينا. فضحنا ملفات الفساد، لم يجرؤ أي إطار حقوقي في تاريخ المغرب على فضحه. دائما تيكون مركز وطني حقوقي تقرير صدره تتبناها منظمات وهيئات حقوقيه دوليه، وبالتالي حنا العزيمه الحقوقيه ديالنا اقوى من هذا الزمر ديال الفساد. ولكن للاسف نرى بعض الصحفيين الذين يكتبون تحت طلب وبناء على منشر او على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت ديال المغنيه المسمات دنيا باطمه، تتقول راه هذاك بهذه العباره هكا، هذاك الا ما اتفق معايا راه ما غاديش نشرو حمزه موبيل، غادي نشرو بهذه العباره هكا. هادو تسجيلات توصلنا بها وباقي عندنا نيت. للاسف دائما كنا نعتبر ان الصحافه شريك في العمل الحقوقي، طبعا الصحافه الجاده، ولكن بعض المقالات بهذه الجريده لبعض الصحفيين لا سمحهم الله يسيئون للصحافة، وهذا المقال ديالهم تبقى هو صمت عار على الجبين ديالهم. الوقفة الاحتجاجية درنا أمام المحكمة الابتدائية لم تعترض عليها أي جهة معينة، لا الجهات الأمنية ولا السلطة العمومية. يعرفون أن المركز الوطني لحقوق الإنسان المغرب ينظم وقفات حضارية وتكون لجنة تنظيمية. كذلك الوقفة نص على الدستور. المركز الوطني لحقوق الإنسان كان يدافع دائما المؤسسات وعلى المواطنين. اخيرا اللي يمكن نقول لاخوان هو ان المركز الوطني لحقوق الانسان ماضي في التوجهات ديالو الحقوقيه، ولنا من العزيمه ما يكفي، وانا من المناضلين المناضلات ما يكفي لفتح زبره الفساد والمفسدين. ما يخلعوناش وما غادي يرهبوناش، وهذه مفغان غادي نواصلوه بكل ثقه وكل امانه. ودائما تنشوفوا ان هذوك الضحايا اللي هما 10 او 12 ضحيه كانوا عرضه الأزمات نفسية ومورس عليهم ضغوطات وإرهاب نفسي، وأبناؤهم تسبوا في أمراض نفسية لا زالوا الآن يتعالجون فيها. وهذا الملف المسمى حمزة مومبيبي هما عصابة إجرامية تقوم بالضغط على المسؤولين القضائيين. تنشوف أن أحد القضاة حالي محكمة إيا وجد نفسه ضحية العصابة الإجرامية، وبالأمس القريب كانوا نقباء سابقين محامون ضحية العصابة الإجرامية، وكنا نحن كذلك، وكان مجموعة ديال المسؤولين تاهما كلهم كانوا ضحية ديال السب والقذف والتشهير. واللي يمكن نأكد أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ماضي في نضالاته وسينصب نفسه مطالبا حق مدني في كل من طورتها في هذا الملف، وسنواصل فتح هذا الملف. وحنا ماشي مقابلين في هذا الملف بوحده، عندنا هذا الملف حمزه وعندنا ملفات اخرى وغاديين فيها، وتنوجدوا في التقرير السنوي حول الوضعيه الحقوقيه المغربي، وربما سيكون في التقرير السنوي ما يكفي لفتح زمره الفساد المفسدين.